يا ابني جواز ايه انت كمان؟ انت مصدق؟ بتسلى. وبعدين هنا بتاع جواز هي البنت يعني زي ما تقول مش لاقي لها سكه، فعملت حوار الجواز ده. وبعدين اول ما اوصل انا عايزه خلاص يعني بلوك. ها سمعتي؟ انا لو منك بقى اعمل له انا البلوك، ومش بس كده، في خلال اسبوع واحد تكوني متجوزه وست سيده كمان. ولو على عريس ما تقلقيش، عندي واد زي القمر وهيموت عليكي. زياد انتي شريف جوزي، وانا بصراحه مش عايزه يعني اسمعك بقيه الفويس، مش عايزه اضايقك اكتر من كده. ايه اطمن، احنا جامدين قوي وعارفين بنعمل ايه وفين وازاي وامتى، كل حاجه ملبوسه. متقلقش يعني، هي مش ممكن تروح وتواجهه؟ هتواجهه وتقول له ايه؟ بصي يا ساره، الست ممكن تواجه جوزها ولا صاحبها في حاله واحده بس، انها تعرف انه بيخونها مرافق عليها واحده تانيه، لكن تسمعه بيتكلم عليها وبيقلل منها ويهينها اكيد لا. كل اللي هتعمله انها يا حرام يا عيني هتتصدم، مش تبقى عارفه تعمل ايه. كل اللي هتبقى بتفكر فيه ازاي ترد له الاهانه دي بسرعه بيه. صح، برافو عليك. عشان كده انا لازم ازود الدوس في حوار زياد ده. زياد ده صاحبي؟ صاحبي؟ صاحبي ازاي يعني؟ ما انت عارفه ان انا متجوزه. صرصوره ما تسعيش عليا. زياد صاحبك وانت عايزاه يتجوزها عشان تبقي رايحه عند صاحبتك وراجعه من عند صاحبتك براحتك، ومحدش يحس بأي حاجه. صح. والله اللي انا خايفه منه ان صاحبتي تكشف الملعوب ده وتعرف ان ده مش صوته. اللي صحيح ما قلتليش، هو ده بقى مونتاج ولا واحد صوته شبهه؟ مالكيش دعوه، ولا ليكي فيه. انت كل اللي ليكي ان انا زعلانه قوي من اللي انا عملته بصاحبتي، بس ده اهم من كل الصحوبيه. عارفه ايه اكتر حاجه بتعجبني فيكي؟ مبادئ. اوعي نتقابل صدفه في اي مكان ويبان ان احنا نعرف بعض. عيب، هو انا تلميذه؟ انتي ده انتي استاذه الاساتذه حبيبتي. أخيرا. ألو، أيوة يا بسيوني. اهلا 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 اهلا. اقسم بالله اقسم بالله التليفون نور يا مدام منار. بسيوني انا عايزه اشوفك حالا دلوقتي في الفيلا القديمه، عارفها ولا ابعت لك لوكيشن؟ لوكيشن ايه؟ ما انا عارف الفيلا القديمه، ده انا ما جيت لك فيها بعد ما مرحومه والدتك. فهمت ثانيه، هتلاقيني قدام سعادتك على طول. وش السعد انت؟ انت متاكد من كلام البت دي؟ وهي هتكذب عليا ليه يا باشا؟ ما النوبه اللي فاتت قالت لي ان في مخدرات في شقه اللي اسمها عزه، وسيادتك رحت بنفسك وليه؟ طب انا عايز البت دي تجيني هنا. باشا دي تبقى اخت الجماعه عندي وبتبلغني محبه يعني. وماله؟ اسمع منها وتجيني هنا. فيها حاجه دي؟ لا يا باشا ما فيهاش حاجه. سيادتك تؤمر.
الو معالي الباشا. بعد اذنك يا باشا، عايز محضر استلام جثه البت اللي اسمها عزه سلطان الاباري. ايوه بتاعت حادثه القطر. بعد اذنك يا باشا، عايز كل البيانات اللي تخصها. منار كنت فين؟ لقيتيني عليك. هي يا حبيبي، ايه ده؟ انت كلمتني كتير قوي. سوري كنت عامله التليفون سايلنت. لو سمحتي منار ما تقلنيش عليكي تاني كده. حاضر. كنت فين بقى؟ انا بقالي ساعتين قاعد. كنت في البنك. انت في البنك بتعملي ايه؟ هكون بعمل ايه؟ بسحب فلوس. لو انت كنت طلبتي حاجه وانا اتاخرت عليكي، انت عارفه الخزنه فوق ومعاكي الباسورد، وقلت لك لو احتجتي اي حاجه افتحيها وخدي اللي انت عايزاه. لا بس يعني اصل دي حاجه طلع على روح المرحوم عمر اخويا، فعايز اعملها من فلوسي. يعني هو عمر مش كان اخويا زي ما هو كان اخوكي؟ وبعدين طول ما انت مراتي يا منار ما تمديش ايدك على جنيه من فلوسك. انا وفلوسي ملكك. ملكي؟ طبعا. هو انا هعيش غير عشانك؟ حسام، هو انت بجد بتحبني قوي كده؟ ايه ده يا منار؟ هو انت عندك شك ولا ايه؟ لا بس انت بتحبها. هي هي مين؟ اللي نفسي تحبني ربع الحب اللي بتحبه لها. ايه يا منار؟ ايه؟ منار انا عمري ما حبيت حد غيرك، ولا عمري هحب حد غيرك. ما هي دي المشكلة. هو في ايه يا منار؟ مالك؟ في حاجة؟ لا ولا حاجة. امال ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا كلامك مش مطمني. لا 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 خالص اطمن. بص يا منار، انا ما حبيتش حد غيرك. حتى لما بعدتي عني واتجوزتي حاولت احب حد تاني ومعرفتش. سام انت طيب قوي. عارف انت احلى حاجه حصلت لي في حياتي. ايه رايك؟ رايي في ايه؟ انت عايزه حبل المشنقه يتلف حوالين رقبتي؟ حبل المشنقه ايه يا عبيطه؟ ده الموضوع قتل خطا، يعني الحكايه سنه سنتين ثلاثه بالكتير قوي. لو في محامي شاطر هيخرجك منها من غير ما تاخدي ولا يوم. وافرضي ما خرجتش؟ بقول لك الحكايه كلها سنتين ثلاثه بالكتير، يعني اعتبري نفسك مسافره بره بعقد فلوس كتير قوي ما تحلميش بيه. تحطي الفلوس دي في البنك ولما تخرجي تاخديها تعملي بيها مشروع. تتجوزي جوازه حلوه، تشتري عربيه، تعملي اللي نفسك فيه، تعيشي حياه انت عايزاها. ماشي، بس في حاجه انت مش واخده بالك منها. ايه؟ انا رحت النيابه خلاص وسالوني وقلت ان انا ما اعرفش اي حاجه. معلش. هتقولي ان انت ضميرك صاحي، مش عايزه حد يتظلم بسببك، فرجعتي تاني النيابه عشان تعترفي باللي حصل. ان الاكل وقع منك على الارض غصب عنك. خفتي مديرك يرفدك ولا يخصم لك اليوم، فلميتيه من غير ما حد ياخد باله وحطيتيه تاني في الطبق. بعدين انت ما كنتيش تعرفي ان الارض عليها سم فران ولا ان عمر هياكل من الطبق ده. بصراحه انا خايفه. صدقيني هتندمي لو ضيعتي الفرصه دي من ايدك. طب تيجي نحسبها بشويش كده مع بعض بالورقه والقلم. انت بتاخدي كام في الشهر؟ باخد 10000 جنيه. 10000 جنيه يعني 120000 جنيه في السنه، صح؟ صح. احنا بقى هنديكي في السنه 2 مليون جنيه. كم؟ 2 مليون. يعني انا لو اتحبست 3 سنين هتدوني 6 مليون؟ اهو شكلك هتطلعي ذكيه ومش هتضيعي الفرصه. هايل. خلي عينك عليها لحد ما تسلم نفسها في النيابه، ولما ده يحصل بلغيني فورا عشان اخد منار وتسمع وتتاكد بنفسها ان انت بريئه من دم عمر. غدا، انت بتحبيني مش كده؟ طب انا بحلفك بالحب ده تبعدي عني وتسيبيني شويه على الاقل لحد ما انسى. بالنسبه للشغل تقدري تدريبي التليفون من البيت، لكن الحقيقه انا مش قادر ابص في وشك. يعني نبعد عن بعض شويه لحد ما نشوف اللي يحصل. مرتبك هيوصل لك في حسابك زي اول كل شهر. مش عايزه حاجه.
اتفضل. زيد فضلك. لو خلصتني منه ليلة بكرة الصبح بقيت المبلغ هيبقى عندك. يا واش يا واش يا واش يا واش يا مدام، الموضوع عايز رستقة، ده قتل مش لعبة. لا مفيش وقت، ده واحد عايز يهد حياتي، هستنى لحد امتى؟ لحد ما العبد لله يخلصك منه، بس في الوقت الصح. الوقت الصح الليلة دي. أنا سألت أمن الكومباو وعرفت ساكنين فين. إيه ده؟ هو مش لوحده؟ لا مع اتنين، بس اطمن، اتنين جبنة بكلمة واحدة منك هتخرصه، هتقول لهم لو حد فتح بقه وقال هو بيعمل إيه ولا جاي من اسكندرية عشان مين هيحصل حمى. وعلينا من ده بإيه؟ ما خلص لك عليهم هم كمان والمبلغ يبقى الدوب. مش مستاهلة. قص الفساد حمى، هو ده الشيطان اللي لازم يموت. إنما دول اتنين غلابة بيتشطروا على الدنيا عشان يعيشوا. صعبانين عليكي. اللي يصعب عليكي فقيرك يا مدام، اللي صعبانين عليكي دول هم اللي هيودوكي في داهية. بقول لك جبنة، أنا عارفاهم كويس وعارفة ديتهم وأعرف أسكتهم إزاي. راحتك. بالإذن. عار ونار في جدتك، بس مش خسارة في حمو. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.